بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل أتقدم لجميع الصائمين والصائمات وللمسلمين والمسلمات وللإنسانية جمعاء بأحر التهاني وأحر التبركات، وأقول كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم في أمن وأمان وسلامة وإسلام، هلال رشد وخير، نسأل الله أن يهل علينا باليمن والمن والبركة والإسلام والسلام. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نعلم أن رمضان من أركان الإسلام، ولهذا يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول المولى عز وجل كذلك في بيان الوقت وتحديده: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصيام أيها الإخوة هو الإمساك لغة، هو الإمساك، أما شرعا فهو عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية. وقيل هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع. موضوعنا اليوم من الموضوعات التي تهم الأقلية المسلمة في بلاد الغرب، وبالضبط في السويد. نحن لا نتكلم اليوم عن موضوع يهم الأمة أو العالم العربي والعالم الإسلامي، وإنما نتكلم عن الأطفال وصيامهم في بلاد غير الإسلام، أي في بلاد لا تدين بعقيدة التوحيد ولا تدين بالولاء لهذا الدين وهو الدين الإسلامي، وإنما هي دول علمانية ذات مسحة مسيحية أو يهودية، أي أننا نخاطب أقلية في بلاد غير إسلامية. صيام الأطفال أيها الإخوة الذين لم يصلوا إلى سن البلوغ ليس بواجب، وهو بأجماع العلماء والفقهاء من المتقدمين ومن المتأخرين أن صيام الأطفال ليس بواجب، لأنهم لم يبلغوا سن التكليف وليسوا ببالغين، ولم يكلفهم الشرع الحنيف والدين الإسلامي الحنيف بالصيام. إذن على من يجب الصيام؟ الصيام كما يقول أهل العلم يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر خال من الموانع. فصيام الأطفال كما ذهب أهل العلم لا يجب عليهم، ولكن إذا كان لا يشق عليهم وهو يرغب هذا الصبي أو الطفل أو الطفلة في الصيام فإنه وطلب الصيام فإنه لا مانع من أن نشجعه على الصيام تدريبا وتعليما وتوجيها وإرشادا وتحبيبا في هذا الصيام. لماذا؟ لأننا أولا كمسلمين أمرنا الله عز وجل بأن نصوم، كما ذكرت في الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثانيا بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. إذن الأركان التي يقوم عليها الإسلام هو الصيام. وجاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كنا نصومه ونصوم أطفالنا، فنأتي إليهم بلعبة من العين، أي من القش، ونذهب بهم إلى المسجد، فإذا بكوا من الجوع لاعبناهم أو أعطيناهم هذه اللعبة حتى يتموا الصيام. ولهذا قال الإمام الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه، قال: وفي الحديث، حديث معوذ الربيع، قال فيه دليل على
مشروعية تمرين الصبيان على الصيام، لأن من كان في مثل سنهم لا يجب عليهم الصوم وإنما التمرين والتدريب لأنهم غير مكلفين. وعليه فإن إجماع العلماء والفقهاء وعلماء الأمة من السلف والخلف والمعاصرين في المذاهب الإسلامية المعتمدة والمعتد بها في العالم الإسلامي أن صيام الأطفال أي الصبيان دون البلوغ ليس بواجب، وإن صاموا فهو تدريب وتعليم وتوجيه وإرشادا وتهيئة للصيام عندما يصلون إلى سن التكليف. ولهذا لا مانع من أن يطلب الآباء من أطفالهم الصيام ساعة أو أقل من ذلك من نهار رمضان، يوم أو أقل من ذلك في أيام في يوم من أيام رمضان، أو أيام معدودات أو أقل من ذلك أو أكثر، مع مراعاة صحة الطفل وقدرته ورغبته وكذلك حبه لهذا الفعل. وإذا أراد أن يفطر فله أن يفطر متى شاء وكيفما شاء بدون زجر أو تعنيف أو تنمر عليه أو تمييزا بين إخوانه، لأنه غير مكلف شرعا. وعليه حتى نحقق هذه الفضيلة وهذا العمل وهذا الفعل المشروع لابد من محددات. نبدأ بهذه المحددات وأقول كالآتي: المحدد الأول على من يشجعون أبناءهم على الصيام ومن يحثون أبناءهم وبناتهم على الصيام دون سن البلوغ من الفتيان والفتيات والصبيان والصبية، عليهم أن ينتبهوا إلى مسألة أننا في مجتمع غير مسلم، وأن المدارس لا تتعاون قد لا تتعاون في هذا الأمر، وأن المدرسين قد يلاحظون إرهاقا أو تعبا على الأطفال فيسألون فيقول أنا صائم، وكثير من المدرسين ليس لهم إلمام لا بالثقافة الإسلامية ولا بالعادات ولا بالتقاليد. فنحن لا نريد أن نصنع صداما مع المجتمع أو مع مكوناته، ولكن نريد أن نقدم لهم ديننا بأسلوب حضاري راقي، وأن الصيام له فوائد، وأنه ليس بواجب على الأطفال وإنما هو تعويد وتدريب، وأنه يمكنه أن يصوم ساعة. ولهذا أريد أن أضع محددات يمكن الاستفادة منها واجتناب الاشتباك أو التصادم مع المدرس أو المدرسة أو المدارس، وحتى نقدم وجها حضاريا لديننا ولقيمنا ولأركان إسلامنا. المحدد الأول أن يكون الطفل مميز راغب ومحب، بنيته الجسدية والصحية تسمح له بذلك. المحدد الثاني ألا يكون مريضا أو يعاني من أمراض مزمنة أو يتناول أدوية بسبب مرض آني أو مرض مزمن أو مرض طارئ. المحدد الثالث الذي يجب على الآباء أن ينتبهوا إليه وأن يركزوا عليه، وهو أنه يحق لهؤلاء الأطفال ولا بد أن يفهموا ويعلموا أنه يحق لهم أن يفطروا متى شاء وكيف ما شاءوا وفي أي وقت، ولو حتى صاموا نصف ساعة، لأنه غير مكلفين شرعا وليس بواجب أن يصوموا. المحدد الرابع لابد أن نفهم أطفالنا وأن نكون نحن على دراية وعلم أنه يحق لهذا الطفل الصغير أو الطفلة الصغيرة أو هذا الفتى أو الفتاة التي لم تبلغ سن التكليف المعروفة شرعا والمنضبطة بضوابط وعلامات، أنه يحق لهم الصوم ساعة، أكثر من ساعة، يوم، أقل من يوم، أيام، يوم واحد، وأنه متى شاء أفطر ولا حرج في ذلك. المحدد الخامس يجب على الوالدين مراقبة أطفالهم مراقبة بصرية، فإذا رأوا إرهاقا شديدا أو اصفرارا في الوجه أو علامات توحي بأنه الطفل لا يستطيع إكمال الساعات أو إكمال اليوم، خاصة إذا طال النهار وقصر الليل، عليه على الوالدين أن يبادروا بحث أبنائهم وبناتهم الذين لم يبلغوا سن التكليف بالعلامات المنضبطة والمضبوطة شرعا، عليهم أن يدعوهم إلى يحثوهم على الإفطار وأن يشجعوهم على الإفطار حتى لا يقعوا في حرج ولا يقع الضرر على أطفالنا وأبنائنا وبناتنا فلذات أكبادنا.
كذلك أيها الإخوة، يجب لمن يرسل أبناءه للدراسة والدوام أن يضع في حقيبة الطفل قارورة مية، علبة عصير، وفاكهة، حبة فاكهة مع ساندويتش صغير، وأن ينبه الطفل إلى أنه يستطيع أن يستعمل هذا الأكل متى أراد وكيف ما شاء، إذا أحس بالإرهاق والتعب أو بشيء يجعله لا يستطيع أن يكمل يومه أو ساعات الصيام. وهذا أمر مهم قد يحقق فوائد للطفل وعند المدرسة وفي المدرسة، لأنه قد يضطر المدرس إلى إطعام الطفل، وكما تعلمون وقت المطعم تاع المدرسة محدد بوقت. محدد السابع، يجب إخبار المدرسة والمدرس أو المدرسة على أن ابننا أو ابنتنا على أنها ترغب في الصيام بإرادتها وبمحبتها وبحرية مطلقة، وأنه كما لا يجوز أن نجبرها على الصيام لأنها غير مكلفة ولم تبلغ سن التكليف أو يبلغ سن التكليف، فإنه لا يجوز كذلك إجبارها أو إجباره على الإفطار، وأن بحقيبته الصغيرة، الحقيبة المدرسية، يوجد عصير، ماء، وفاكهة، وساندويتش صغير، إذا أراد الطفل أو الطفلة أي يفطر فله الحق في ذلك وأن يتناول، وحتى لا يقع هناك سوء فهم بين المدرسة والوالدين والمدرسة والبيت، لأننا نريد تعاونا لا صداما، نريد بناء جسور للتواصل لا اشتباك، خاصة في أجواء جد مضطربة وأجواء تشعر فيها الأقلية المسلمة بأن هناك تمييز أو عنصرية ضدها، خاصة في موضوع سحب الأطفال وتشدد بعض المدرسين وبعض المدارس في التعامل مع بعض العادات والتقاليد. المحدد الثامن والذي أريد أن أركز عليه، على الآباء أيها الإخوة أن يفهموا أبناءهم وأن يحاولوا أن يكونوا إيجابيين، بحيث أن يبينوا للمدرسة، للجيران، للمدرس، للأبناء وللعامة من غير المسلمين أن رمضان محطة إيمانية، روحانية، تعليمية واجتماعية لا بد من إبرازها حضاريا، وتقديم صورة إيجابية حضارية للمجتمع تداركا أو إبعادا لسوء الفهم الذي قد يحدث بسبب هذا الصيام، الذي قد لا يفهمه البعض أو لا يفهم مغزاه أو الحكمة منه أو فلسفته. ويمكن لرمضان أن يكون جسرا للتواصل بين الوالدين والمدرسة والمدرس والمجتمع في إطار من التعاون وفي فضاء من الحوار وتبادل الأفكار. المحدد التاسع الذي أريد أن أنصح به، وهو للأئمة والدعاة والموجهين، أعلم أن من سوف يستمع إلي هو ما بين عالم وفاهم لما أقصد ومدرك لمآلات كلامي، وهناك من هو قد ليكون ليس لديه إلمام بالثقافة والعلوم الشرعية والدينية، وهناك من أصلاً يميل إلى التشدد أو الإنغلاق والإنزواء، وأنا لا أريد أن أدخل في جدل عقيم مع هؤلاء أو هؤلاء، أنا أريد أن أقدم ما يأمرني به الإسلام. الأئمة عليهم أن يكونوا أولا إيجابيين في طرحهم، ثانيا عند قراءتهم لنصوص الوحيين، وأقصد الكتاب والسنة أي القرآن والحديث، أن يتعاملوا مع فقه النص وأن يربطوا بين فقه النص وفقه الواقع في ظل حركة الإنسان والكون وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، وعندما يصدرون بعض الأحكام خاصة في رمضان أن ينظروا إلى مقاصد الشرع، أي يأخذون في الحسبان النظرة المقاصدية للشرع ومآلات الأحكام، وكذلك أن يكون منهجهم هو التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة، أما التشدد فيحسنه جميع الناس. كذلك على الأئمة والدعاة والمفتين والموجهين أن ينتبهوا إلى أننا نعيش في مجتمع متلاطم الأمواج، مضطرب الأفكار،
هناك عقل جمعي بدأ يميل إلى اليمين المتطرف. هناك بعض الأحزاب الآن تدعو، وهو الأزدي في منطقة سكونة في المنطقة الجنوبية، يدعو أنه إذا تمكن من الحكم سوف يصدر قرارا بمنع صيام الأطفال. لكن هذه سنة الله، وسنة الله في خلقه، وسنة التدافع، والتدافع لا يكون إلا من خلال الأساليب الحضارية والوسائل السلمية. نستطيع أن نعلم أبناءنا، أن ندربهم على الصيام، أن نصنع جوا عائليا اجتماعيا، أن يكون هناك تواصل مع المدرسة وحوار ومع المدرس، أن تكون في حقيبة أبنائنا الصغار قارورة ماء، علبة عصير، ساندويتش صغير، وفاكهة موز أو تفاح أو إلى غير ذلك من الفواكه التي يحبها الطفل، إشعار المدرس أن الطفل إذا تعب يمكنه استعمال ذلك، وإشعار أبنائنا أنهم يفعلون ما أمر الله به، وأن في ذلك تدريب وتعليم ومحبة وفضاء اجتماعي وأخلاقي وقيمي، وأنهم يحق وأنهم يستطيعون الأكل والشرب ولو صاموا ساعة، مع التشجيع والابتكار في الوسائل والإبداع في الأساليب من خلال طرائق بيداغوجية تحقق الرسالة والهدف والمقصد، بعيدا عن التشنجات والصدمات والدخول في معارك مع المدرسين والمدارس. فأولادنا فلذات أكبادنا، نحبهم، نحافظ عليهم، نعلمهم القيم، نعلمهم المبادئ، نربطهم بدينهم، ولكن نبحث عنهم لهم عن الأسهل والأيسر، لأنهم في مرحلة التعليم والتدريب وفي مرحلة التكوين والنشوء والارتقاء. أتمنى لكم في هذا اللقاء كل الخير الخير والمحبة، ورمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير لأبنائي وفلذات أكبادنا وإخواني وأخواتي، وكل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بسلام، كل عام وأنتم بأمان. رمضان كريم.